قبل شوي لمحمد وانت بتبلش واحد صول ايش يعني انا بدي افهم اثار من الفضول لقيت هي لغه الموسيقى لغه ثانيه يعني انا كيف في عربي انجلش هيك في لغه ثانيه لغه الموسيقى بسلم موسيقى بكون في نغمات كل نغمه لها صوت معين صول هذا صوت مين صول هذا بالضبط ايش هاي صول هذا صول هاي صول هو في سلم موسيقي تمام يعني انت بتطلع السلم دوري مي فا صول لا سي دو لما تنزلي من السلم تعكسيها تمام دو سي لا سول فا مي ري دو وطبعا في اشياء صغيره فكل واحده لها نغمه فاول ما يديني مفتاح يعني النغمه تاعت الاغنيه انا بجيب الكوكدات تاعتها الجيتار احنا تعلمنا في معهد ادوارد سعيد للموسيقى المعهد يعني جدا ممتاز وفي بيطلع مواهب ممتازه يعني هلا لو احنا ننظر لوضعنا بقطاع غزه او بفلسطين بشكل عام بالاهتمام بالموسيقى للعالم لا في معاهد مختصه ودراسه زيها زي دراستك للطب صح ولا لا صحيح في غزة عاد فيش الكلام هذا انه انت تاخد شهادة موثوقة تطلع برا مثلا تكون موثوقة عالميا لا كتخصص فيش في غزة يعني في اوكي بس مش في غزة بتلاقيه مثلا في رام الله زي جامعة بيرزيت هي معهد ادوارد سعيد هو معهد الادوارد معهد ادوارد سعيد فرع من جامعة بيرزيت وجهة نظر انا انه المفترض يكون في عندنا مؤسسات لها علاقة بتنمية مواهب الشباب بشكل عام ومن ضمنها الموسيقى والفن والرسم الأفلام السينمائية بس محمود تعرف والشباب إنه حتى لو كان في عنا معهد مختصة يعني محمد أنا بعرف محمد كنت بحكي أنا وياه بالموضوع بقول لي مثلا أنا لو في عنا معهد متخصص مش رح أفوت التخصص رح أضلني دكتور صح ليش؟ لأنه خلص أنا كهادي شايفة كهواية إلي بيني وبين نفسي بين حوالين بيني وبين أصدقائي زي هيك مش ماخدها يعني جانب عملي فانا يعني طموحي من 5 سنين اني اكون دكتور اسنان يعني ان شاء الله هيك ربنا ان شاء الله ربنا بوافقك هذا الموضوع مرتبط يمكن بثقافتنا ولا شو رايك يا ادم احنا ما عندنا مبدئيا احنا في غزه يعني ك مبدئيا على بتحكي كثير بس انه في اخر فتره بدا الناس شويه وعلى قصه الموسيقى وهيك حتى في الحفلات بغيره بالجامعات حتى في حفلات الجامعات صار يجيب الناس اللي بتعزف انه تقدم فقره صغيره في يعني في اخر فتره بس ما قبل هيك موسيقى وفي غزه وهيك كان شيء صعب كثير حتى الناس فكرها تقبلها للشيء ما مش كلها نفس الفكريه نفس العقليه طب مبدئيا بما انه احنا في غزه وانت مش عايش بغزه تفضل اعزف لنا سمعنا حاجه تخرجنا من جو غزه الحلوة دي قامت تعجن بالبدرية وديك بيدا كوكو كوكو في الفجرية يلا بينا على باب الله يا صنايعية اجعل صباحك صباح الخير يا استعطية الحلوة دي قامت تعجن بالبدرية وديك بيدن كوكو كوكو في الفجرية يلا بينا على باب الله يا صنايعية اجعل صباحك صباح الخير يا استعطية صباح الصباح فتحي عالين والجبنة فيشي ولا ملين غير اليومين دول شاف طلطين
غير الصنايع المظالم ده الصبر يا مروطان وش بعدي واقف الحال يلي معاك المال برضو الفقير له رب كريم برضو الفقير له رب كريم. تخيل يمكن محمود علينا على سبيل الدعابة بحكي الموضوع، بس بتخيل انه شوي عدم إدراكنا أو تذوقنا للموسيقى بيخلينا نسمع أشياء ما إلها علاقة بالموسيقى. صحيح. بس إنه صخب دم تك دم تك صح؟ يعني اليومين هدول بس بدهم إشي فايع إشي فايع اختلاف الآلة بس اختلاف الآلة خلي الإيقاع يشتغل وخلص كذا ما حدا بياخد باله منه بس إنه أنت ببلد وأنا ببلد كل واحد ببلد لا وأغاني المهرجانات اللي صارت موجودة خرب يعني بديش أقول خربت يعني خلفت الموازين. لقيت احنا حتى السنه بالفتره الاخيره نشوف ايش الترند في البلد انه ايش الاغاني الطالعه كل الناس تسمعها ومنتدرب عليها ومنعزفها وننزلها على حساباتنا على انستغرام او غيره. بتشوف ايش ادم ثقافه المجتمع صرنا اقول لك دكتور ادم دكتور محمد وفي نفس الوقت انه بتعزف بتحس الفنان الدكتور الفنان بأثرش هذا بعتقد بأثرش على دراستهم يعني ولسه احنا جديد يعني سنه ولا طب بس انه ك سنه ولا طب لسه سنه ولا عزف بس لا ما مظنيش تأثر بالعكس يعني هذا شيء بالنهايه جانب من شخصيتك يعني يعني اوكي انا يعني ان شاء الله في مستقبليا حسيب دكتور بس يعني بمنعش اني استغنى اشياء بحب اسويها بس يا محمد جزء من ثقافه المجتمع فاهم علي انه الدكتور دكتور لازم يكون مركز ما ينفعش يغني ما ينفعش يعزف وهيبته فبتحسش انه ممكن في الفتره معين او في سن معين بناء على ثقافه المجتمع يخلق حاله من خلينا نقول من الرهبه من انك تعزف انا دكتور يعني ارتباط الدكتور عندنا بدله ورسمي والامور صح ولا لا صحيح بس انا خلص كيف برجع لشخصيتي الواحد يعني انا مستحيل اني مثلا استغني عن شيء بحب اعمله عشان كلام ناس وبما انه بيستغنيش تفضل اعزف لنا شيء تاكيدا تصميما على انه انت بدك تضلك مستمر على هذا النهج قاعد عم بفكر هداك اليوم مشغل بالي ومجاني نوم لا انت انا رح اضل محروم من حدا جنبي لا انت رح اضل عايش احلام لا انت احساسي علي حرام نفسي اطلع من الاوهام هي الجواب على كل سؤال هي الأحلام هي الخيال هي طلعت هي الحياة وهي الأمان هي الجواب على كل سؤال والله وطلعت هي والله وطلعت هي والله وطلعت هي ادم لو سمحت هلا مش عداله في التوزيع وواحد صفر وبدك تعزف ايش انا حعيط عيط عشان ما اعرفش عيط على الاغنيه بدك تعزف حاجه بعرفها وحاجه مبهجه محمود استنى 30 ثانيه قبل ما يلا
تخيل انه كيف اختلاف في الثقافه والتذوق يا محمد. يعني كان عن جد طلع دخلات الست ام كلثوم والاغاني القديمه قديش في وقت للاستمتاع. صح. للاستمتاع بالايقاع. صح. بالموسيقى. صحيح. بالالات. هلا احنا بس بده يغني. فاهم عليك. هذا نقله او تنوع. صحيح. شو ممكن يكون سببه يعني ادم؟ اختلاف اذواقنا؟ الحياه كلها صارت عجله سريعه؟ شو القصه هو يعني؟ هو شوف يا هبه، انا وجهه نظر انه تنوع واختلاف وثقافات المجتمع بتختلف. يعني في عندنا ناس بتقول لك بسمعش اغاني وطنيه مثلا، في ناس بتسمع اغاني بس الست ام كلثوم. ذكرت من الوطن لعبتي بس خلصوا بالضبط. يعني شيء وطني واعرف. هو كيف احكي لك يعني الناس القديمه بتلاقيه هيك بده يقعد هيك يكيف قعدت رواق. رواق ويقعد ويسمع ويستنى يعني تضلها خمس ساعات تغني فيش عنده مشكله. يمكن هذا ادم بلاحظه ويغير والاشياء الفايعه. يمكن ادم بلاحظه لانه قالته شرقيه فهو هذا. انت انا غربي يعني. غرب. في 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 ناس بتسمع كثير غربي عندنا في غزه هنا. صحيح. بتحس محمود انه الاهتمام بالموسيقى وبالفن حتى انه احنا بفلسطين وطن واحد لكن بالضفه الغربيه ناخذ مجال اوسع. اكيد من قطاع غزه. صح. لانه برضه بنرجع على موضوع الجامعات اللي حكينا فيه، جامعه بير زايد وظروفنا، ظروف الحياه بقطاع غزه، انشغالاتنا هناك. انشغالاتنا. يعني انا مثلا لو بدك تعطيني وقت كافي انه انا مثلا ابحث عن فرصه عمل او عن تعلم مهاره جديده اكتسب منها شيء ولا اسمع فن، لا حروح تكتسب مهاره جديده. صح ولا لا؟ او عملي او شغلي. لانه مثلا في ناس بحسبوها ظروف الحياه. صحيح. في ناس بحسبها مثلا برا لازم تكون عازف او موسيقار او شيء، مثلا العائد المادي بيكون اكثر بكثير مثلا انك بغزه. طب سمعنا شيء قديم. قديم قديم او زي قدود القدود الحلبيه وهذا قدوك المياس. اللي بحاول في 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 فرق موسيقيه بتحاول اعزف قدوك المياس وانا بتفاجئ واعرفها. فوق النخل. فوق النخل. اي حاجه مش فوق النخل. النخل لا فوق على سبيل الدعاء بقول لك كل يعني كثير في عندنا فوق النخل. لا مش النخل، مش البلح والرطب، فوق النخل. لنا خل خليل وصديق وحبيب. اغاني كثير في ناس بفكوها فوق النخل نفسه. فاهم عليك. فوق النخل فوق يابا فوق النخل فوق، مدري لما خده يابا مدري القمر فوق، والله ما اريده ماليني بالوان فوق يابا فوق النخل فوق، مدري لما خده يابا مدري القمر فوق، والله ما اريده ماليني بالوان. بيعزف يعني شوف انا يمكن مش حافظه الكلمات بس بتلاقي انه عندك ارتباط باللحن. اللحن والكلمات لا جزء من الاغنيه يعني ما بقدر اوكي بربط عقلك الموسيقي مثلا فانه خلص هذا بس ايش بس مرتين ثلاثه بس بعد هيك ايش الكلمات في كلمات لا الكلمات كمان جزء مهم من الاغنيه. ما يعني محمود انا ما بقدر انكر انه جزء من الفن والموسيقى الكلام تعبير شو بتوصل دلالات. بالمناسبة الموضوع أو الغناء مش مجرد استمتاع، هو بوصل كمان رسائل ومسج واستخدم فيه على مدار العصور أو السنوات لتوصيل كثير من الرسائل المختلفة. صح ولا لا؟ مثله مثل أي عمل فني بيقوم فيه فنانين أو هيك. بس أنا كانت فكرتي يا محمود يعني هلأ وآدم بيعزف تمام، انا مش كثير حافظه الكلمات لكن عندي ارتباط في اللحن بالموسيقى باللحن يعني بتلاقيني على طول انه هيك صار في عندي مش احنا قبل شوي قبل ما يعزف ادم كنا نقول انه فوق النخل فبس هي مش فوق النخل لا فوق النخل هي هيك كلمات الاغنيه الصحيحه يعني اول
بس صحيح. احنا لانه خلص ارتبطنا فيها. طب اجيت انتوا حسب ما بتسمعوا بتلاقوا المغني اللي بيلحق اللحن ولا اللحن اللي بيلحق المغني؟ والله انا مش عارف هذه المعلومه انت يعني. لا لا يعني انت مثلا لا بتشوف لا بس هم الاثنين مع بعض. انت مثلا اوكي مع بعض، بس انا قصدي بتشوف يعني اول شيء يعني مثلا العازفين بيستنوا المغني يبدا عشان هو لا. يعزف لا هو بيكون في التعاون يعني بيكون اللحن بادي والمغني بيدخل معاه. اللحن بادي والمغني بفوت. برافو. لا ما لانه بتحسوا انه بياخذ بياخذ منهم اكيد بياخذ من العزف. فبالنهايه المغني هو اللي بيمشي مع اللحن. اوكي ما فيش اغاني بتبدا على طول مغني الكلمات الى حد ما الى حد ما يعني اول شيء يعني مثلا اعطيكم معلومه كاغنيه مثلا جاي انا بدي اعمل اغنيه في ناس مثلا بتلاقيه بكتب كلمات وعلى اساسها بلحن وبيشتغل صحيح وفي ناس بتلاقيه حاطط اللحن موجود اللحن بده كلمات فعادي في اغاني كثير في اغاني مين يمكن مين الافضل او مين الاقوى خلينا في العمل مين الاقوى انك تكتب الكلمات بعدها تحط اللحن وعلى اساس الكلمات حتعرف الاغنيه يعني حزينه ولا سعيدة فرايحية الإيقاع كيف ولا مكتئبة بدأ إيقاع سريع ولا إيقاع بطيء عندي الكلمات عند المقطع هذا لا لازم يكون الإشي فايع شوي عند هنا لازم يكون شوية هادي فأنت لما تكتب الكلمات هتفهمي تفاصيل الأغنية فلما تفهم تفاصيل الأغنية راح تعمل اللحن على أساس الكلمات ما ينفعش انا الحن بعديها اقول والله يلا بدي اكتب كلمات بدي اكتب كلمات في بيسوي هيك وفي بيسوي هيك بس الصح يعني الكلمات الاساس بعدين عشان تعمل التفاصيل على هوا الكلمات دليل اللي بيحكي محمد او الاهميه انه كثير بنسمع مثلا الحان او موسيقى بنقول انه هاي مسروقه يعني كثير بيصير مشاكل فنيه على موضوع انه بيكون في لحن بروح بركب عليه كلمات بالضبط ثاني يعني الاصعب اللحن خلينا يعني نقول اعطيكي مثال مثلا اغنيه بالغرام هالكون ابتدى تبعت وائل كفور سرقها من ارمم لا ناش نقول سرقها لا في شوف الفن بشكل مش عام سرقها يعني انه بشكل عام ماخذ اللحن الفنون مثلا لا بتلاقي بتلاقي مثلا فيلم امريكي وفي فيلم الماني هو نفس الفكره نفس الشيء وفي تركي في هندي في نفس الفكره نفس الشيء ولكن تم تم خلينا نقول انه صناعتها في دوله ما يعني هوليود بوليود السينما الأوروبية السينما ونفس الشيء الأغاني يعني لا في أغاني لعمرو دياب لو دق عليها بس هيك يعني غنوا اللحن تبعها بتلاقي حتى في الدول الأجنبية لا بغنوها معاه حبيبي يا نور العين هاي إشي كتير كبير على مستوى العالم مثلا اسمع محمد بما انه بنحكي عن موضوع السرقات وخطر على بالي البروفيسور فشو رايكم تعزفوا لنا خطر هو اكبر حرامي حتى المتصدر الحرامي المتصدر خلينا نقول فخطر على بالي شو رايكم تعزفوا لنا غربي بالله تشاو بالله تشاو يلا انا سمعتها على فكره قبل هيك من الشباب بس يلا نسمع يلا نسمع نزلناها قبل هيك على حساباتنا كيف الاغاني طلع انت متخيله اله شرقيه مع اله غربيه بتعزف لحن غربي متخيله كيف مش كل الالات بتقدر يكون في عندها يعني بعرفش اذا صح او لا تتناسق مع بعض لا هو في الاوركسترا مثلا بكون كل الالات جيتار كمان تشيلو عود اوكي بس كل واحد له يعني وهدول لازم كلهم يبدوا مع بعض عشان يمسك اول ما يسرح ماسك كل شيء ابو بدله هذا ايوه بدك تسوي زي بالضبط في عندنا منهم اكيد في استاذ انس النجار ابو انس لا. ابو انس لا يعني هو مش مايسترو عندنا في الاوركسترا تبعت المعهد استاذ انس النجار هو المايسترو يعني كثير حلو يا محمود لما بنسمع انه اليوم واصل عندنا الفن يكون عندنا كل هاي الاجزاء من المتكامله وبتصور انه كل الالات او اغلب الالات الموسيقيه في عندنا شباب قادرين يعزفوا عليها أكيد. صح ولا لا صحيح يعني انا بشوف على الاغلب على السوشيال ميديا بكل فتره وفتره بتلاقي لك فرقة كبيرة مثلا من المؤسسات اللي موجودة في البلد او المعاهد كانت تلاقي لك اياه بصوروا اغنية بجيبوا كل العازفين كل
فقلت لك اطفال صغار يعني بعمر الورد يعني 7 و10 و12 سنه لسه وبيعزفوا لك على الات غريبه كله مع بعضه بيطلع شيء بجنن عن جد. اه يعني وكمان يمكن حكينا عن محمد عساف بس ما حكينا عن فرقه تخت شرق اللي وصلت على عندنا من المعهد هذا من معهد ادوارد سعيد صحيح. طبعا كانت معكم صديقتي ريم عاشور بحب اقول انه صديقتي كانت يعني بتهيألي اخذوا الباز الذهبي اخذوا الباز الذهبي وطلعوا نص نهائي صحيح. وكمان انتشرت كمان عندنا فرقات زي سول سول باند بالضبط سول باند وهي بتبعث محمد ابو نبه بتبعث انه طبعا بنوجه لهم تحيه كلياتهم لكل الفرق لكل المحاولات خلينا نقول الفرديه لحتى المحاولات والجمعيه فرديه والجمعيه اللي بتحاول انه توصل شكل معين عن قطاع غزه وعن الفن. على سيره العمل الجماعي والاشياء الجماعيه نسمع شيء جماعي هيك نختم فيه هالجلسه الحلوه شو بتسمعونا؟ يلا انتوا ايوان انتوا بتعزفوا واحنا بنغني. انا مش عازفها راح اغنيها معك يلا. طب اوكي شوفوا انتوا ايش انتوا الاثنين يلا نسمع اللي بحب يعزف ومحمد يغني يلا. نسم علينا الهوى من مفرع الوادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. نسم علينا الهوى من مفرع الوادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. يا هوا يا هوا يلي طاير في الهوا في منطورة أو صورة خدني لعند النيران. يا هوا يا هوا يلي طاير في الهوا في منطورة أو صورة خدني لعند فزعني يا قلبي تكبر بها الغربة وما تعرفني بلادي خدني 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 على بلادي. نسم علينا الهوى من مفرع الوادي يا هوا دخل الهوا خدني.